هل يقدر الله أن يسدد احتياجات المعتازين؟ أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، أنا مدفوع ومشغول في هذه الفقرة أنه أتكلم معاك بشكل شخصي. كتير من اللي عم بمر في ظروف صعبة، كتير من اللي بيعانوا ضربة مادية أو مالية، وكتير ناس عم تشتغل ليل نهار ولكن الجيوب مثقوبة، حاسس إنه البركة مفقودة، شو ما بتدخل كأنه ما فيش أي شيء بينفع ولا أي شيء بفيد. في أيضا كتير من أحبائنا مشاهدين عايشين في دول الأشغال قليلة جدا والأبواب مسكرة، ولا سيما بسبب إيمانك المسيح، لأنك مؤمن الدنيا مسكرة أو مسكرينها عليك. أنا عاوز أقول لك إنه الله بحبك، الله بيهتم فيك بشكل خاص، الله الغرض منه أنه يسدد كل احتياجاتك. لكن أهم شيء أحبائي، أول نقطة، محتاج أن أدرك أنه الله بحبني، محتاج أدرك أنه نعمة الله أكبر من الظروف اللي أنا بمر فيها، وأنه الله لا تخفى عليه لا كبير ولا صغير في حياته. الله بيراقب، الله بيشاهد، الله بيعرف داخلياتي، الله بيعرف دخولي، الله بيعرف خروجي، الله بيعرف كل إشي عني. فأنا عاوز أقول لك وأشجعك إنه الله بحبك وعاوز يسدد احتياجاتك. شيء آخر مهم جداً، اليوم يمكن أنت عندك حب استطلاع عن المسيح، يمكن أنت شخص غير مسيحي، أنا بدعوك إنك تؤمن بالرب يسوع المسيح، تتوجه مخلصاً ورباً على حياتك. عندما تطلب الرب فيكون الرب أبوك، تطلب منه كابن كبنت، بيسمع بيستجيب بيتواصل مع احتياجاتنا وطلباتنا. الله بيسدد الاحتياجات سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. في العهد القديم شفنا كيف الله سدد احتياجات إبراهيم، شفنا كيف الله سدد احتياجات شعب إسرائيل في البرية لمدة 40 سنة، كان بيطعمهم المن واللحم. أيضا الرب اهتم باحتياجات إيليا النبي عند نهر كريث، وفي عن طريق أرملة صرفة صيدون اللي اهتمت باحتياجاته. شفنا كيف أليشع بيصلي والله بيسدد الاحتياجات للأرملة، أوعية الزيت وآنية الزيت لكوار الزيت، وأيضا الدقيق لا يفرغ، وهكذا قصص كثيرة في العهد القديم. في العهد الجديد يسوع المسيح كان يجول يصنع خيرا في كل مكان. في مرة كانت الناس محتاجة، أشبع الآلاف مرتين، مرة 5000 رجل ومرة أخرى 4000 رجل، وهو يلتفت لاحتياجات المساكين ويسدد احتياجاتنا. أمرك وأمري بهمه جدا. تعرفوا السؤال هو هل يقدر؟ هذا السؤال كان موجه في مزمور 78 في سفر المزامير في العهد القديم، والسؤال كان: هل يقدر الله أن يرتب مائدة في البرية؟ هل يقدر أيضا أن يعطي خبزا أو يهيئ لحما لشعبه؟ هل يقدر؟ الرب أثبت أنه يقدر في العهد القديم وفي العهد الجديد. في العهد الجديد وكأن الرسول بولس عم برد على هذا التساؤل، لاحظ الكلام من كورنثوس الثانية إصحاح 8، يقول الرسول بولس: والله قادر أن يزيدكم كل نعمة. وأنا عاوزك تركز على كلمة كل عدة مرات، والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء، تزدادون في كل عمل صالح. بستمر بيقول: فرق أعطى بره يبقى إلى الأبد، مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكر لله. الله بحبنا، الله بيسدد احتياجاتنا، الرب شايف وعارف ظروفك، ويملأ إله جميع احتياجكم في المجد بحسب غنى. الرب شايف وبيسدد الاحتياجات. قال داود: الرب راعي فلا يعوزني شيء، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي،
لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال، يملأ مائدتك دهنا. مكتوب أيضا: كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالبو الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. الله بهم أمرك والله بهم حياتك. أرسل يسوع المسيح عطية التي لا يعبر عنها. مع يسوع أعطانا نعمة الخلاص والحياة الأبدية، فكيف لا يهبنا معه كل شيء يسدد احتياجاتنا؟ اليوم أنت عم بتمر في ظروف صعبة، ارفع عينيك إلى فوق، قل له: يا رب تعال تدخل في حياتي، في ظروف حياتي. صلي، قل له: يا رب سدد احتياجاتي، باركني، ليتك تباركني وتوسع تخومي. صلي أن البركة تحل عليك في هذا اليوم. وأنا بحب أصلي من أجل كل واحد، بصلي في اسم الرب يسوع، كل ضربة وكل لعنة وجهت ضدك الآن تبصر والآن تكسر، كل مشورة شريرة من العدو تبطل، كل محاولة يائسة، محاولة إحباط، محاولة تفشيل في حياتك حتى تتحول عن النظر إلى الله، تتحول إلى الظروف، بصلي في اسم الرب يسوع إن الرب ينظر إليك ويساعدك ويسندك. أنا بصلي اليوم تكون استجابات صلاة لفتح أبواب العمل. كل شخص عم بيصلي لباب عمل في اسم الرب يسوع خلال هذا الأسبوع يتم، وكل شخص بيعاني من ضربة مادية بصلي في اسم الرب يسوع إن ربنا يسدد كل احتياجاتك وتحل عليك البركة من تسديد الاحتياج، من بركة حضوره وبركة شفائه تحل عليك وعلى كل أفراد أسرتك في اسم الرب يسوع، آمين. بحب أسمع منك.